صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. فيديو جديد اليوم، صبحت عليكم مع صباح برشيد. 9:30 هادي خارجة، اتصلت بيا صاحبتي قالت لي اجي نفطروا برا، كاينه شي ريستوران كدير الفطور زوين. قلنا نبدل الجو شويه، غادي نخرج نتلاقى معها ونفطروا على برا. المهم هانتوما معنا، في الطريق غادي نتلاقى معكم لاننا عندي معايا الموتور، ما نقدرش نصور الطريق حتى نوصل ونصور. خليكم معايا تمشيو فين. صافي البنات، يعني كنتسنى صاحبتي في البلاصه اللي درت معاها. يلا خرجت واحد شويه ديال الشمشه، كان قبيله البرد والغمام والضباب، وانا ما عرفت كاش اش كيدير الجو، حيت بارد الحال هاد الايام. كانت البارح كانت الشتا كثيره، واليوم بدات كتخرج شويه ديال الشمسه. الحمد لله حتى على الشتا. الشتا زوينه والله، الا الناس كاع ما لقاوها الحمد لله وشكرناه. يلا انا كنتسناها تجي ونمشيو، ولو وصلنا ان شاء الله نعاودو نتلاقاو. يلا البنات، هنايا راه جات صاحبتي، هي جات وهو الموتور ديالي. صافي غادي نمشيو، يلا نمشيو. واللي درناها انتما معانا في الجوع، نمشي نفطر. الله إلا خرجت من الدار بلا فطور في الجوع نمشي نفطر. وها انتما صافي، حنا وصلنا. هادي هي القهوة، مبغيتش ندير ليها ندير كذا زعما الإشهار. صافي البنات، هذا هو الفطور، ها هو. دايرين العصير، فيه العصير، فيه لومليط، فيه الحسوة بزيت العود والكمون، الحسوة ديال البلبولة، فيه املو، فيه زيت العود، وفيه زيتون كحل، فيه براد صغير ديال الاتاي، وفيه واحد الخبيزة ديال محرجة. هذا فطور ديال واحد هذا ديال واحد. صاحبتي ما بغاتش، غاتقول لي غير العصير وكسو واحد فطرات. صافي هذا هو الفطور. احنا البنات باقي كندورو، انتوما جينا القنطره هنايا، القنطره ديال تابونت. لقينا قلنا زعما واش كاين الماء حيت فات الشتا الباب حتى ما كاينش شويه. صافي انتوما بغيت نشد لكم هكا، شوفوا الجو زوين اليوم. انتوما
شفنا في الطريق. صافي هنا جينا البنات نتغداو، مشينا درنا وجبنا دوران، جينا دابا نتغداو عند واحد موت شوية، غادي نتغداو ونشوفو تاني فين غنكملو النهار ديالنا. ماعرفتش تصوت صافي البنات شدينها الدجاج مشوي، نشدو تقيض وصافي حتى تقيض، كنحطو معاه شوية لاصوص وشوية ديال البصلة صافي، والخبز مع الخبز صافي يا البنات تغدينا وغادي نمشيو دابا نشوفو الكارفور، ما عرفتش واش غيخليونا نصورو ولا لا، المهم الا خلاوني نصور غادي نصور معكم، ما خلاونيش ما شتوني ما شتكم تنرجع للدار تنشوف اشنو درت. المهم دابا غادي نتحركو نمشيو للكارفور وهانتوما معايا. صافي البنات هنا رجعت للدار، يلا دخلت دابا راه شي 3 و 4 تقريبا، باش جيت توضيت صليت، غادي نمشي نخلط واحد الماسك نديرو لوجهي، نغسل وجهي بعدا بواحد الغسول عندي زوين ديال الوجه دابا نوري ليكم. صافي وندير واحد الماسك لوجهي وبين ما يقرب العصر نغسلو، بين ما نصلي العصر نشوف اش غادي ندير. المهم الا ساليت معكم الفيديو هنا هو هذاك، ما ساليتوش كنت غندير باقي شي حاجه هكا في العشاء ولا بغيت نصور شي حاجه في العشاء راه غادي تشوفوني معكم، ما صورت والو. المهم ما نقول لكمش دابا السلام عليكم، ضروري نختم معكم الفيديو. المهم هنا وصلت، ضليت اليوم من 9:30 وانا في الزنقه حتى لدابا حتى ثلاثة تقريبا، غير داكشي باش بدلت حويجي وتوضيت وصليت. صافي البنات نعست والله الا نعست، غسلت داك الماسك وصليت العصر ونعست. صافي تكيت كنشد التليفون تداني النعاس، كنت غنوض نصايب واحد الكيكه ما عرفتش متى داتني عينيا في الحقيقه نعست. دابا راه شي 7 هادي قل شي حاجه، دابا شحال بالضبط 7 وقسمين. البنات سمحوا لي مشى لي المقطع، نطمرت معكم اتاي وحطيت الكاسكروت ولكن مشى لي داك المقطع تمسح لي. المهم نتمنى الفيديو يعجبكم، متنساوش ليا اللايك واشتراك في القناه اللي مازال ما اشتركش، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله وروتين جديد، وشكرا بزاف بزاف على المشاهده، بالسلامه عليكم.